طبيعة الحال المملكة المغربية تدين وبقوة إقدام عضو في الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد على اقتحام جديد لحرمة المسجد الأقصى. إفادة الخبر بالمختصر المفيد. وشفنا اقتحام مماثل يوم الخميس كذلك، فهذا الشيء ولا يعني يتكرر بشكل مستفز. المغرب يرفض هذه التصرفات الاستفزازية المتكررة، والمملكة المغربية التي يرأس عاهلها جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس تدعو إلى الوقف الفوري لكل هذه الإجراءات التي تمس بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة كما كرست مقررات الشرعية الدولية. هناك إجماع دولي على رفض مثل هذه التصرفات وهذه الانتهاكات للقدس وللمسجد الأقصى على الخصوص، لما يترتب عن ذلك من تأجيج للأوضاع وتقويض لكل جهود التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا على التأثير السلبي لمثل هذه التصرفات على كل فرص السلام في المنطقة. المملكة المغربية دائما بالتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس تؤمن وتتشبت بخيار السلام على أساس نهج الحوار والتفاوض كالسبيل الوحيد لوصول لحل نهائي للقضية الفلسطينية وفق حل الدولتين، مع إقامة دولة فلسطينية في حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. نتمنى إذن أن تتوقف هذه الاستفزازات لأن تأثيرها سلبي، وكذلك أنها يعني لا تغذي إلا التطرف والعنف في المنطقة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.